حقيقة ناصر، نحن عم نشوف حاليا أنه الأسواق يعني تضغط بشكل كبير جدا على أن يكون هناك أسعار فائدة ربما تكون نسبيا مستقرة عند نفس المستويات، أو حتى يمكن الحديث عن أنه يكون في عندنا تقليصات لأسعار الفائدة لنحول دون أن يكون هناك تضخم خارج عن السيطرة. الآن احتمالية ديسمبر بتقليص أسعار الفائدة أصبحت أقل بكثير، هذا مرده إلى أنه ارتفاع نسبي كنا شفناه على بعض قراءات التضخم، سواء كانت قراءة الـ CPI Numbers مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك تلتها بمجموعة من القراءات ربما آخرها كان الريتيل سيلز. مجمل هذه القراءات كانت عم تشير بشكل واضح إلى أنه في عنا مشكلة واضحة فيما يتعلق بمستويات التضخم، ربما قد تخرج عن السيطرة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وتحديدا نتحدث عن خلال ولاية دونالد ترامب اللي ممكن أنه تفجر ضغوط تضخمية حقيقية، وربما يبرر ذلك يعني تغير نسبي رأيناه في الستيتمنت الخاصة بالفيدرالي، وكذلك أيضا بما يتعلق بالقراءة التي لاحقت الفيدرالي جيروم باول، أكد إلى أنه ممكن يكون في عندنا خيارات جديدة. طب هذه التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية، إلى أي درجة تعتقد بأنها تدعم الدولار الأمريكي لتسجيل مزيد من المكاسب أمام العملات الرئيسية بعد الارتفاعات القوية جدا التي حققناها في الأسابيع القليلة الماضية؟ حقيقة أداء الدولار الأمريكي شفنا نحن يعني قوي أمام معظم نظرائه، ولم يستطع تجاوز 106.5، ولكن هي في الواقع نحن نمر بحقبة جديدة، ربما الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعاته أمام سلة العملات بالاستفادة من عدة عوامل. مثلا على سبيل المثال نحن عم نشوف ضعف باليورو، ضعف بالين، ضعف يعني العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي، وقوة في الدولار الأمريكي في نفس الوقت، هذا يعزز من ارتفاعات الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية. في نفس الوقت أي تأخير يعني في تغير السياسة النقدية ربما يدعم مزيد من القوة في أداء الدولار الأمريكي، وذلك قد يكبح نسبيا الآفاق التضخمية. ولكن يعني ذكرنا أنه دونالد ترامب ممكن يفجر نوع من الضغوط التضخمية في الفترة القادمة أو خلال فترة رئاسته، وبالتالي ذلك قد يوجه الفيدرال الأمريكي نحو إبطاء نسبي في عملية تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة. وفي الجانب المقابل راح يكون في عندنا قلق من أنه يكون في عندنا المخاوف من عدم تحقيق الركود، عفوا الهبوط الناعم أو السلس بالاقتصاد الأمريكي. ف يعني إجابة مباشرة لسؤالك، ربما نشهد أداء دولار أمريكي يعني قوي أمام العملات على الأقل حتى الربع الأول من العام القادم، وذلك قد يضغط على مستويات جديدة سواء لزوج اليورو دولار أمريكي أو حتى زوج الدولار الأمريكي الياباني. بالحديث عن الين الياباني، كان هناك تصريحات صباح اليوم لرئيس البنك المركزي الياباني والحديث بأنه التضخم سيرتفع ويحذر من التضخم. هل تعتقد بأنه هذا فقط يعني تهديدات كلامية من قبل البنك المركزي الياباني لمحاولة إيقاف ضعف الين مقابل الدولار مؤخرا، أم أنه فعلا بيانات التضخم اليابانية تستدعي القلق والحذر ولربما مزيد من الزيادات في الفائدة على المدى المتوسط؟ ناصر، نحن لمسنا هذا التغير في التوجه السياسة النقدية من المركزي الياباني، ورأينا يعني تطورات جديدة منذ بدء عملية أو رفع أسعار الفائدة من المركزي الياباني. الآفاق التضخمية أو المخاوف التضخمية أصبحت تظهر بوضوح أكثر على الاقتصاد الياباني، وبالتالي كصناع سياسة نقدية يجب أن يكونوا متماشين مع هذا التغير في حقيقة البيانات الاقتصادية، وبالتالي
خلال تدخلات البنك المركزي الياباني ربما تصبح من خلال أداة المباشرة وهي أسعار الفائدة أكثر وضوحاً، وربما دفع أسعار الفائدة لرفعها بشكل أكبر للقضاء على هذه المخاوف التضخمية بشكل واضح. لا أعتقد أنه استقرار الين الياباني في هذه المستويات المرتفعة أمام يعني المنخفضة أمام الدولار الأمريكي هو أمر جيد على المدى القصير أو المدى المتوسط، وبالتالي مخاوف أن يمتد على مستويات أطول. ربما يتجه المركز الياباني إلى رفع أسعار الفائدة بشكل واضح ووضع خطة نحو هذا الاتجاه. اليوم هذا اللي سمعناه من البنك المركزي الياباني، وبالتالي يجب أن يكون يعني هناك قلق واضح المعالم من أنه هذا السيناريو للدولار ين ياباني ربما قد لن يستمر طويلا في هذه المستويات المرتفعة، وبالتالي كنا قبل نخاف من التدخلات مباشرة من المركز الياباني بعملية شراء من الأسواق، ولكن الآن التوجه نحو التدخل بشكل مباشر بأسعار الفائدة ورفعها بالاتجاه الصاعد ربما قد يضغط أكثر على الزوج دولار أمريكي ياباني بالاتجاه الهابط، وربما نشوفه بمستويات أدنى من ذلك لأن المخاوف التضخمية ظهرت فعليا بالبيانات الاقتصادية من اليابان.